بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تحية طيبة لكل متابعي قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. إذا رانا متواجدين بسوق الأربعة اللي خاص بالدجاج الوز البط، يعني كامل أنواع الدجاج راح تلقاوهم هنايا بسوق الأربعة. إذا نبداو مع خاوتنا اللي هنايا. هادو البط يا الوز يا أخي، البط بشحال دارو؟ 65000 الحبة. بيان سير مع السخانة مساكن راهم يعانيو شوية. وليدي بارك الله فيك، هذيك الصحة. هكذا يا المكان هذا اللي جاي في الطريق، يعني في الدخلة تاع المواشي. تفضل خويا، ومخصص إلا يعني الدجاج الوز البط، كل شيء موجود هنايا. الله يبارك. هكذا يا شوفوا. شوفوا داندو شحال راه، شحال يدير داندو؟ شحال؟ 600000 الواحد. زوج كوبلة هادوما مالي في مال كيما قال لكم المصغر، هادوما كوبلة ب 600000. الله يبارك. نزيدو نجوزو عند شيخ كيف كيف. السلام عليكم، واش راك شيخ؟ صافا لاباس؟ شحال دار الداند؟ 700000 كوبلة يا اخي. الله يبارك. راكم تشوفوا هادو ما 7000 دينار. وهذا البيت تاع من هدايا؟ تاع الدجاج هدايا. هذا معمر يا اخي شيخ. الله يبارك الله يبارك. وعدنا الحجل، والحجل شحال داروا؟ 60000 الحبة. بارك الله فيك شيخ، يعطيك الصحة، ربي يعاونك. نزيدو نجوزو عند شيخ اللي هنايا. شوفوا جاب لنا نورمالمون، جاب لنا هدايا هدايا البراهمة. لا لا البراهمة. إذا بالمناسبة البرهمة يعني هو صغير ولكن يكبر. الله يبارك. شوفوا يعني هذاك يكبر. والله يعني يزن بالك واحد 10 كيلو ولا أكثر. شوفوا هذا ومازال صغير على كل حال. يعني شحال دار الفلوس تاعو؟ 60000. والكبير هذا شحال دار؟ الكبير هذا شحال دار؟ 40000. هذو تربيهم انت يا شيخ هذوما؟ لا لا شيخ هذوما. الله يبارك، ربي يعاونك. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. زيدوا نروحوا نشوفوا لكم ليكاي واش راهم يديروا. ليكاي يعني مطلوبين في الصيف كذلك. وشوفوا. السلام عليكم. خويا واش داروا ليكاي؟ 15000 15000. وهذو شنو قلنا؟ هذو شنو؟ الحجل. الله يبارك. هذو ما شوفوا كيما شفناهم يعني كبار، وهذو ما شوفوا صغار ما شاء الله. و 50000 الحبة. عندنا كذلك الدجاج، عندنا الوز ولا البربري اسمها هذا الشيء، عندنا البط الوز كذلك. شوفوا حاجة صغيرة ما شاء الله. شحال دارو الصغار هذا شيخ؟ 45000. ليك هاي شحال دارو؟ 15000 الحبة. هكذا يعني نظرة زوروا السوق هذايا اللي كذلك، يعني فيه أنواع تاع الدجاج اللي يحب الإنسان يشري. واش راك وليدو؟ صافا؟ عندنا الدجاج العادي. الدجاج موجود بكثرة. الله يبارك. 40000. وهذوما 30000. الله يبارك. وعدنا هذا الوز. الله يبارك. الوز شحال دار؟ باش نبيع. والطاووس 8000. خلي النيميرو تاعو خليه ونشوف شام يعيطوا لك. هذا 05. اي والله 05 53 80 90 01. هكذا يا اون سي جامي شي واحد خصو. عندكم غير هذا ولا كاين خونا؟ كاين غير هذا. كاين غير هذا. والمكان وين خونا؟ البلاصه وين؟ هنا في الاربعه. اذا ما متواجدش في الاربعه اون سي جامي شي واحد خصو طاوس ولا يتصل مع خويا لهنا. هكذا يا نزيدو نكملو نمشيو.
خونا شوف واش جاب لنا. ذكرني اسمه هذا خويا، اسمه البادو. بادو عندي هكذا ولا اسمه؟ آه يلاه شباب، يعني يجيب بلاد الشوش هكذايا. الله يبارك، واش راك تبيع فيها هذا شيخ؟ الله يبارك، واش هذا داير الاسم نتاعك؟ 200,000 2000 دينار، يعني يجي شباب بزاف. الله يبارك خونا، ربي يرزق الكريم كذلك. هادو هما في ديميجيون ولا بابيون؟ هادو هما هادو كانيش. اشنو هم؟ كانيش. كاني هادو هما في الكانيش، يعني حتى في الكنين يعني كاين انواع بكثره. وشحال داروا هكذايا؟ عطاولي 200,000. 200,000 عطاولو 2000 دينار في الفيمالا كذلك. هادو هما عادي يا اخي، هادو هما عادي، هادو كنين عادي يا اخي. ها؟ شحال راك تبيع فيهم؟ هادو نبيع فيهم 70. 70؟ وهادو هما؟ الصغار. هادو 35، وهذه يعني زعما سومون. هاك السلام، هاك يعني الكنين كذلك موجودين هنايا في سوق الاربعه. عندنا كذلك الدجاج الاكحل، يعني كاين بزاف لي ديمون ديوه، يعني راه موجود هنايا بالسوق. شحال داير هذا النوار فلان؟ 150,000. هذا واش يسموه هذايا؟ لا راس وخلاص كيما قالكم. هكذايا عندنا هدايا. ذكرني اسمه هذا خونا؟ البادو. البادو هاي والله شفنا دوك واحد كبير وهذوما صغار، يعني حاجه شابه. وهذوما ناصر تيفي خويا، ناصر تيفي انا عمه في اليوتيوب راكم تشوفوا. هذوما شابين شلي فرونسي بزاف يربيوهم، كي كبروا حاجه شابه بزاف. الله يبارك خونا، دوك هذوما تربيهم ولا تشريهم تعاود البيع؟ انا خرجوهم من البيضه. بارك الله فيك، يخرجوا من البيضه صافي بليزير، صافيهم ونبيعوا. يعطيك الصحه، ربي يعاون خويا العزيز كذلك دائما مع الفلوس. هذا الفلوس العربي. شحال داير الفلوس خونا؟ شيخ شحال داير؟ 25,000. هذا العربي يا اخي. ها؟ واش راك شيخ؟ صافا شيا؟ لاباس فلوس العربي هذا. الله يبارك. دوك هادو خرجوا عندك ولا شريتهم تعاودوا من بيع؟ لا 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 نعم. نعم؟ الله يبارك، ربي يعاونك، ربي يعاونك شيخ. ربي يعاونك شيخ. ناصر تيفي شيخ. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. كذلك نزيدوا نشوفوا. إن شاء الله بارك. ماشي مشكل يا خويا، يعطيك الصحة. نزيدوا نكملوا تشوفوا مع خالتنا لهنايا، يعني اللي كاين كذلك هذوما في الفلوس. لها كي تكملوا جولة. السلام عليكم. صباح الخير لاباس. شوفوا الله يبارك، هذوما في لالس عرب هايلين ما شاء الله. يعني يكون عندي مكان وين نربيهم ندي وحده هكذايا باسكو يكبروا هايلين. شحال دير هكذا الحبه؟ 12,000. يعني كاين كرون ديفيرونس بين تاع تريسيتي وهذا، يعني تاع تريسيتي تلقاه بالك يدير 1000 الى 1000 راك، ولكن هذايا غالي. اي والله دوك كيما هذا شحال يدير؟ 3500. يعني ديفيرونس باسكو هذايا هذا يعني يولد يجيب البيض كل شيء اخي. عربي اي ريزيستي كيما قال لكم، ولكن هذا دا تريسيتي كيما قال يا خويا. اي والله خويا بارك الله فيك، ربي يعاونكم. هكذا يعني سوق الاربعاء. نذكركم النهار كان في مكان يعني تشوفوا دجاج الله يبارك كل شيء، ولكن مساكن كاين حولهم السوق هذاك الان راهم في طريق هذه، ولكن يجيبوكم كاينه سلعه. هكذا يا احنا ندير لكم نظره وانتم ما تحبوا تضربوا جوله. شوفوا المصغر واش جاب لنا هنايا كذلك. هادو واش من راس المصغر؟ والله ما على بالك. وين جبتهم؟ ما على بالك، ما على بالك. انا مشديهم. اه داكور ماشي تاعك. شحال تبيع فيهم بصح؟ 200,000 كوكله. ما على بالك شحال؟ ولا راس ما على بالك. والله واش نسوي مع واش والله راس هذا خونا؟ الفيومي. اي والله الفيومي كذلك راس مليحه ما شاء الله. وليدو بارك الله فيك، يعطيك الصحه. كذلك هذو هما في الحجل تاع الغابه. لا لا هذو الحجل هذو لا لا نورمال مربي كيما قلت لكم. والله عندنا الدجاج الاسود هكذا الحجل. وهذايا يعني واحد الوقت انايا كنت على بالي بلي راهو مفرطس، ولكن هو دوريجين يجي هكذا الرقبه تاعو. السلام عليكم. اش سميهو لي هذايا؟ جينواز يا اخي. اي والله هو دوريجين ما يجيش عنده صاحي. اي والله شحال يدير خونا؟ 60,000. 60,000 الحبه. كاين ناس ديمونداتو يعني راكم تشوفوا راهم متواجد بك ترى هنايا في الاربعه. الحمام كان واحد الوقت كذلك موجودين بكثره في الاربعه، ولكن الان راهي حاجه قليله فقط. هادو واش من راس هادو هما؟ باوانديا. باوانديا شحال داروا؟ داروا هادو هما 200,000 الحبه. روحوا من نفسك. شحال في الفروج هذا كله؟ 90,000. 90,000
تاع طعام هذا ياك؟ تاع طعام؟ كلش واش حبيت؟ كلش يا خويا صحيت الان عليك. أني جاي خويا العزيز، إذا شوف الله يبارك هادو ما كذلك حاجة تاع تربية ياك؟ تاع تربية بيان. تاع تربية. هذا لي كون كاين سرادك وجاجات. صح. هادو واش من راس؟ هذا؟ أه. تاع تونس سلطان. أه داكور تاع تونس هادو ما عرفتش. أه شحال داروا؟ داروا 150. 150 على فكرة راكم تسمعوا يعني كاين أنواع كذلك بكثرة، وهادو وشنهم؟ البراهما. البراهما كذلك البراهما يعني كي كبر يولي ما شاء الله. خوتي بارك الله فيكم ربي يعينكم يعطيك الصحة. صحيت خويا العزيز شوفوا كذلك هذوما هذايا في الشينوا ناكازاكي نورمالمون ياك؟ اي والله ناكازاكي خويا هذوما راح مولاهم معليش ماشي مشكل معليش ناكازاكي اي والله بارك الله فيك يجي صغير يعني هكذايا درنا لكم نظرة على سوق لا ربعة إنسان اللي يحب دجاج ولا يضرب طلاو شوف الله يبارك هذا يا شباب ها بيان سير شوفوا شحال شباب هذا وشنو خونا ناصر تي في خويا العزيز في اليوتيوب قول لي هذا وشنو هذا صندوق الله يبارك شوفوا كي جاي النورمال يا خويا هذه هي والارانب الفرنسيس راكم تشوفوا اليون اسبانيول عيون حموره يعني هكذايا اسبانيول ودوك هذو وين جبتهم شريتهم ولا مربيهم؟ هذو مربيهم في الدار الله يبارك صافي في الجزائر يا خويا واش راك تبيع فيهم؟ عطوني 300 على جي 300 كيما راهم بيماهم اولادها اربعه اولادها وباباهم وين راهو طلق؟ باباهم راح راح يا خويا خويا بارك الله فيك ربي يعينك يعطيك الصحه راكم تشوفوا باباهم راح هكذايا الارانب كذلك موجودين بكثرة هنايا زيد جوز جوز عند خويا شحال راهم يديروا الكنين خويا الكنين شحال راهو؟ 6 درهم والله الحمد لله هذول عادي يا اخي عادي هذوما اه حاجة عادية يعني حتى الارانب يعني كاين بزاف لي راس وهذايا واش من راس هذا الدجاج؟ صح مخلط الفيومي كما قال لكم الحرطاني وخرجوا لنا هذوما الله يبارك وهذه يا سمان يا اخي تاع طفل حبه ليك الله يبارك صباح خويا لاباس ربي يعاونك صحيت بارك الله فيك هكذا يا يعني اخونا راه يبيع لنا الصبابط بالدجاج تسمى يعني لي يدي معاه لي يشري كاس الصباط نعطي له دجاجه بونيس هكذا شحال يدي الدجاجه هذه يا خو وانا يا اهو تعطاكي مسكينة يا خويا راهي مقلقة شوية السخانة ما شاء الله خونا ربي يعاونكم بارك الله فيك هذيك الساعة الله يبارك اعطي روس يا خويا هكذايا يعني درت لكم جولة خفيفة هنايا بسوق الأربعاء ونختموها مع المساغر اللي هنايا شوفوا واش جابوا لنا هذايا واش من راس قول لي خونا ناكازاكي ناكازاكي خويا ماشي دور لي الفر السردوك هذاك نصوروا تصويره شابه دور منا يا خويا باش نديروا لك فوطوه شابه الصق مع المدام تاعها هاي الله وهذايا راه ما عشقتي الله يبارك شوفوا ما شاء الله صح حاجه شابه يعني حاجة بريستيج اللي يربيهم كذلك اللي عنده لي سباس مليحة وشحال داروا هكذا خونا؟ داروا 400,000 400,000 في زوج وهذايا دجاج عرب عادي يا اخي هذا دجاج عرب شحال راهو يدير؟ السردوك راهو يدير 60,000 تاع طعيمة يا اخي تاع طعام باين 60,000 الله يبارك يا خويا صافي بليزير هكذا درنا لكم جولة هنايا في سوق الأربعة وما تعرفوا شو السوق هذا واش فيه خوتي بارك الله فيكم يعطيكم الصحة إذا هكذايا إن شاء الله إن شاء الله كيما يقولوا تقدروا تاع تاع خوكم ناصر باسكو ماشي حاجة سهلة ما شاء الله بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحة هو المصغر شرى لنا زوج دجاجات دوك هادو راح تربيهم وهادو مع على البيض يا أخي صافي بليزير يا خويا خير ما تشري حبة بيض ب 2000 هكذايا كل صباح تلقى الزوج الله يلاه لافير خويا ربي يحفظه السلام عليكم إذا هكذايا قلت لكم إن شاء الله قدروا تاب تاعنا بارطاجيو الفيديو على 58 ولايه هكذا باش الناس تعرف سوق الاربعه سوق ما شاء الله فيه كل شيء فيه الكباش فيه الماعز الابقار الاحصنه وحتى الدجاج اذا نقول لكم تهلاو في رواحكم قناه ناصر تي في تحييكم السلام